مرحبا بعشاق الليل ومشاهدي برنامج عالم الليل على قناة نيو ميديا تي في. الليلة إن شاء الله حطينا الرحال في مدينة بنزرت عروس المتوسط. إن شاء الله تعرفوا الناس كل باش نمشيو لكافة ربوع جمهورية تونسية ونوصلوا صوت المواطن البسيط إن شاء الله. الليلة باش نسكن من البلاصة اسمها اللويتة، بعيدة على بنزرت 20 كيلومتر. عنا حالة اجتماعية، خونا محجوب أبوه عايش فرد دار لكن حالتهم صعيبة. نشاهد. عايش بالليل مهدود الحين، والقلب حزين يا خويا والليل طويل، ما عندي خليل وحداني ذليل، ما عرفت حبيبي من عدو يا لدك تلوين يا ملا. هكاك عام 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 امي توفات، عام امي توفات كونسير. امي كانت الدار هذه مش الدار اللي جيت عندي تو، هذه انا ما عشناش ما نعيش فيها الدار مدار امي. وتلفون زيه منتي الديار خوزيه، انا ما حشتيش عايز قدي ثم وانت وولادك وريدي ونصيب اللي يجي فيه نصيب، ناكلوا مع بعضنا وما ثم حتى شيء. وهربت هزتها مدعتها ومشيت لباباها. قلت لي عندك 7 شهور ما شفتش صغارك هكا ولا به مرتك قاعد تتكلم فيها ولا ما عنديش حتى اتصال بها، حتى نمروها معناها بدليته ونطلبها ما يمشيش عندها تليفون. شنو اسم المرحومه مرتك هي؟ باية الله يرحمها. خليت بلاصه تي غرت بلاصه كيفاش كانت هي تجي وتمد لي شربة تمسد لي رجلي طيب لي فم ناكله، مشت هي مشت الدنيا كله معاه بالحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك برنامج عالم الليل. مرحبا بكم خويا وانا فرحان برشا اللي جيتوا بحذايا وطليتوا علينا ونشكركم برشا، وبالنسبة لي انا معجزة هذه انتوما اللي بحذايا لنا في الدار. احنا تو في قرية اللويتة تابعة منزل بورقيبة هكا ولا ايه؟ قرية اللويتة تابعة منزل بورقيبة. انت خويا عندك ظروف اجتماعية صعيبة باش نحكيو فيها. انا عندي ظروف اجتماعية صعيبة وصعيبة برشا. انا تو عمري معناها برسك 40 سنة، عندي الوالد معناها بابا مريض معناها مجلود جلطين، عايش راسي راسه في الدار. عندي الوالدة زادة توفيت الله يرحمها، بقينا وحدنا. انا ظروفي قاسية، بابا ظروفه قاسية، بابا معناها ما عندوش معناها باش يعدي، معناها ما عنديش باش نجيب له كهرباء باش نهزه، معناها انا ظروفي تعبه بطال قاعد معناها. ونحب اتصلت بكم انتوما، نحب اهل الخير يقفوا معي ويعاونوني، وانا شاب تونسي ونحب نخدم على روحي ونحب نخدم في بلادي ونحب نكون. وظروف هذه معناها نتاع الفقر هي اللي انا فيها اللي خلت معناها مرتي زادت تغادرنا مني وتخليني انا وبابا. بابا انا ما نلومهاش فهمتني، خاطر اي انسان يحب يعيش في مترفه يحب يعيش معناها عيشه باهيه، انا ما نجمش نعيش العيشه هذيك على خاطر شيء. انا قاعد بطال نار نخدم ونار قاعد نطلب من اهل الخير يعاونوني ويقفوا معايا وانا اخوهم ويرحم والدي. به اسم الكريم محجوب. خويا محجوب قدش عمرك؟ 40 سنه. ما شاء الله 40 سنه. عندك انت متزوج وعندك صغيرات؟ عندي 2 صغيرات. شنو هي المشكل بينك وبين المرأة خليتك معناها اللي وصل خليتك ومشيت لدارهم؟ اللي ما عنديش معها حتى مشكل معناها أبار، معناها اللي هي مرتي عندها العقل، معناها تحبني نخدم، تحبني نقوم بولادي، تحبني نقوم بواجبي معها فهمني. أنا ظروفي قاسية، أنا ذاك ربي شعطاني، أنا نحب نخدم ونحب نعمل برشا حاجات، أنا نحب نعيش معيشة باهية أنا وليدي. ما الله غالب نطلب من أهل الخير. خويا كان فما شكون الله يرحم والدي توسط لي في خدمة وأكترها معناها جيت أنت وشفت العينيك كرات، ريت بابا، ريت ظروف الدار، ريت ظروفنا كل نعيشوا فيها معناها. انت هيك بحذانا تشوفها بعينيك وكاو. الويتة هي منطقة قرية صغيرة، شفت لحقتها ربي كونه قرية صغيرة في ولاية بنزرت.
المشكل فمش خدم هنا ما فماش خدم لهنا، معناها تخدم في نهار في الفلاحة نهار في الزيتون هكا هو، معناها انا نخدم معناها مثلا نهار في الفلاحة نهار في الزيتون، تعيط لي العباد تعرفني زوالي عيطوا لي نمشي نخدم معاهم، ساعات نهار في المرمى ساعات نمشي نلم دبابز بلاستيك، كل مرة معناها كيف هو كل نهار وقازمة، وساعات معناها نقعد شهر ما عنديش حد شيء يعني. انا معناها انا تو نحكي معاك ما عندي حتى فرنك فوق، او راجل عمري 40 سنة ما عندي حتى فرنك، انا تم متوحش ولادي، انا اكثر حاجه معناها مضرور عليها الولادي، تصور معناها باب راهو عنده معناها قلب ويحن معناها كبده معناها ظروف حكمتك هي، والحمد لله رب العالمين. قديش عندك ما ريتهمش؟ عندي 7 شهور تو ولا 6 شهور هكاك يعني ما شفتهمش، متوحش بقى. انا اصلا معناها ما نرقدش راني، لا نرقد لا في الليل لا نرقد في النهار، معناها على ولادي على بابا على امي، ما ظروف كل جاتني كل مع بعضها فهمني، ما تعبت برشا، وان شاء الله ربي اللي فيه الخير ربي ان شاء الله يسهل فيه. بيه توا المشكل بينك وبين مرتك كونه ظروف اجتماعيه هكا ولا ظروف اجتماعيه؟ وانا كعرست معناها خذيت اثاث قديم فهمتني، عرست بيه مش اثاث جديد، اثاث قديم هذاك وبعد زاد قديم معناها زاد كليها سوس وتكسر وتلاقوا تحبي على اثاث جديد وتحب على برشا حاجات، وانا مانيش قادر باش نوفرهم فهمتني. قلت لي عندك 7 شهور ما شفتش صغارك هكا ولا به مرتك قاعد تكلم فيها ولا ما عنديش حتى اتصال بها، حتى نمروها معناها بدليته ونطلبها ما يمشيش عندها تليفون. بدلت رقمها وانت ما عندكش حتى اتصال بها؟ تو ما عنديش حتى بدلت رقمها وانا ما عنديش حتى اتصال بها، وانا ماذا بيا تترفع اموري وتعاوني العباد ونشد خدمه ونقف البابا ونقف لروحي نقف لصغاري نقف لمرتي ونعيش معها مع ولادي ومع بابا الاخر عمر، خاطر رضا الله برضا الوالدين وبالوالدين احسان، معناها اي واحد اي تونسي نجم يخلي بوه في الحاله هذه ويمشي، وانا ديجا هم حبوني باش نسكن عندهم غادي في دار، معناها ما نجمش نخلي بابا نمشي نسكن في دار. الشرط نتاع مرتك رجوع لهنيك كونو تولي عندك خدمة، خدمة وتحب على أثاث وتحب معناها نقوم بها أنا من لوم هيش راو فهمتني، تحب تقوم بها كرجلها معناها كراجل أنت باش تكساها وباش تشري لها وباش تخرجها وباش توكلها وباش تشري لأولادك وباش تصرف على أولادك. بصراحة أنت كنت مقصر في الموضوع المصروف؟ مانيش مقصر فيه انا الموضوع هذاك، ما هي ارزاق ما عند ربي، انا مدخولي بسيط شنو نعمل، انا انسان نحب ناكل خبزه بالحلال، صورت 5000 شنو نصرف على داري 5000، صورت 10000 شنو نصرف على داري 10000، هكاك نعيش انا، هي العيشه هذه وعندها الحق، انت تخزر ولدك بليش كوش تخزر ولدك بليش حليب تخزر جاعيد وعباد غشاشر لابسين وولادك مش لابسين، تخزر مرتك معناها تخرج باش تخرج معناها باش تمشي العرس ولا باش تمشي المناسبه نساء لابسه مرتك مش لابسه، عندها الحق روك تجي معناها انت باش تحكي معناها عندها الحق، منو مانيش لايمها انا فهمتني. وكاو 7 شهور وانت بعيد على صغارك بعيد على مرتك به، الفايده فماش مشكل نتاع كيما نقولوا طليق ولا حاجه؟ لا مش ما فماش مشكل، هي برانسيب حسب ماني قاعد نسمع معناها بادرت بالحاله هذيك معناها بادرت بالطلاق، والله اعلم، وانا ندعي في ربي كل يوم نقول ان شاء الله ربي يهديها وان شاء الله ربي يلمشى منا ويا مرتي وام ولادي وكاو. ما يضيعوش الصغيرات انا تصور انا ولادي مالفين، تصور انت ولدي 6 سنين يرقد لهنا وبنتي 3 سنين ترقد لهنا، اليوم انا نرقد وحدي نرقد على جرايه كريتها في زليس، وزيد روحي هكا زيد بابا هكا نزيد حتى صدر حنين ما فماش، امك اللي باش تحن عليك مشات ماتت على روحها، تلقى روحك تحكي وحدك تلقى روحك باش تهبل تلقى روحك ما ترقدش تلقى روحك جيعان تلقى روحك حوايجك مسخه برشا حاجات، ترى مثلا انا الراس صغير مع بوه ولا بوه والبو يجيب صغير القهوه ولا في الشارع نحس قلبي وجعني. المشكل تو ما عندناش حتى رقم تليفونها، انت تعرف الدار ولا دار بوها؟ نعرفها دار بوها نعرفها، نجم احنا كفريق برنامج عالم الليل نمشيو نقابلوها على الاقل نشوف صغيراتك بدايه اولى معناها، وربي سهل بعد على الاقل تحسن الامور شويه، الله المستعان ربي كريم ربي يفرج. هي فين قلت لي وتسكن؟ تسكن في عوجه. ماشي بعيده عوجه؟ قريب راس جبل.
تسكن غادي كان نجمو نمشي. وإذا كان بالحق أنا ماذا بيا نرجع نعيش مع مرتي وليدي معناها ومع بابا نتلم شمل الناس الكل. وإن شاء الله أنا قلت لك معناها أهم حاجة في الموضوع هذا أنا تو مثلا ترجع لي مرتي وترجع لي وليدي نزيد نرجع لنفس المشكلة. أنا قا روحي قاعد معناها أنا قا روحي ما نجمش نصرف عليهم أنا قا روحي معناها فهمتني خويا نكاو. أنت تحب تشوف صغارك ولا؟ نحب نشوف صغاري كيف ما نحبش نشوف صغاري وليدي كبتي هذوك. أنا قلت لك كبداية أولى تو خلينا على الأقل نجموش نهزوك تشوف صغارك فهمني ولا؟ بتوحشهم أكيد الكبدة فهمتني بورة حاجة كبيرة. يحبوني برشا أنت كان ترى ولدي كان نمشي ودوب ميراني ولدي تو تراك فهم معناها يتصرف معي فهمني وليدي هذوك هم صغاري معناها في النهاية. خليك تشوفهم ولا؟ ولي الله أعلم كيك ما نعرفش ممكن حسب معناها آخر أنا فما معناها مكتعرف ديما العباد تدخل بالخير فما عباد تحب تدخل بالخير معناها فما حتى شكون كلمني حكيه معاه ما فهمني ولت معناها أمور قالت لي معناها راهي غارقة في الديون راهي عندها برشا مصروف راهي فهمتني معناها الأمور معناها ولت أمور فلوس فهمتني يعني تحب فلوس هي. يعني كي تولي انا نشد خدمه ونصرف على اولادي تولي معناها مرتي ترجع لي واولادي يرجعوا يعيشوا عندي وبابا يعيش معانا اهم حاجه في الموضوع اللي هو باب ومهما يصير ومهما كان انا باب مانيش باش نسلم فيه باب مخليش واحد باب تعب عليا برشا هذا باش ولي تراجل بابا رباني بابا وكنا بالحلال بابا عمره حتى واحد برئيس له ما جاء للدار لهنا وعيط البابا قال له ولدك عمل ولا كذا انا حتى المركز ولا وسائل معناها الامن بصفه عامه سواء مركز ولا منطقه ولا مشيت لهم كان على بطاقه تعريف وباسبور في حياتي ابار هذا ما مشيت لهم مش في حاجه اخرى. هي تو خويا محجوب مرهونه في خدمه وشويه مصروف وفلوس باش تحل الامور هذه الكل والمشاكل الاجتماعيه هذه بين الراجل ومرته. تو معناها زاد عندي برشا كريديات معناها فهمتني كردي معناها نتلازز بالسيف عليا باش نكردي باش نصرف على بابا باش ياكل هو هناك لينا معناها. كريديات ولا حتى الكريديات ما حبسينها عليا فهمت كيف قال لي خويا معاش ما مش معاش نعطيك نعطيك ما راك وصلت للطوب يعني خويا خلصني وبعد نرجع نتعامل معاك ولا اعطيني شطر وبعد نرجع قديش جون ولا خويا سمير ما نعرفش بالضبط اما نجمو نمشوا لهم اللي نتعامل معاهم وتسمع الحديث على ودني كان غير نتعامل مع زوز من الناس فهمتني ومكثريت معناها نتاع ناخذ في مواد غذائيه معناها حليب يغرت ميه البابا فهمتني حاجات معناها عظم مقرونه طماطم كذا كلهم بالكريدي كلهم بالكريدي كي يبدا عندي الفلوس نقضي بالحاضر فهمتني كي ما عنديش نقضي بالكريدي وقت اللي تبدا عندي الفلوس نمشي نخلص وحتى كي نعطيه مثلا يحب علي هو 300 كي نعطيه انا 50000 يسكت ما يقول ليش ليه فهمني وبطبيعة الناس تعمل في الخير معناها وإحنا ولاد بلاد ويعرفوني زوال ويعرفوا ظروفي كل عباد تعاون فيه وفما زاد فما عباد تعاون فيه فما الله يرحم والديه معناها واحد ميسالش يشكرهم على الشيء اللي عملوه فما برشا عباد دعمت معايا برشا بهي وربي بقى عليهم الستر. الوالدة الله يرحمها قدش عندها من توفيت؟ هكاك عام امي مات وفات عام امي توفيت كونسير امي كانت الدار هذه مش الدار اللي جيت عندي تو هذه انا عشناش منعيش فيها الدار مدار امي. كيفاش حياتها بعد الوالده؟ ما عادش حياتها ريتو الاحساس هذاك ما يحسو كان يوم توفيت من يوم ما توفيتش ما يعرفوش امي ما عوضها حتى واحد أمي خلت بلاسها كبيرة برشا ما نجمش ننساها ساعات نبدا ندور في الدار قلوا أمي ويني جريتي أمي ويني كوسيلتي أمي ويني مخبتي مش مصدق أمي توفيت زيد بابا يمشي أنا تعبت نفسيا تعبت حتى نحس روحي في وسط المجتمع كي نبدا مانيش أنا محجوب اللي كنت قبل كنت قوي كنت راكز تو سابق محجوب لله المستعان ان شاء الله ربي يرحمها وربي يصبر خويا العزيز به احنا كنا اخواتك بحول الله الوالد عند ربي سبحانه به خلينا نقدموا تو لا اله الا الله محمد رسول الله تو انت تحب على صغيراتك ومرتك مرتي وبابا نحب بابا نحب ما نحبش بابا الراهي هيك
ممكن ما نحبش نحسه، ممكن ساعات من حتى ما نحكيش معاه، راني نجيب جنبه ونرقد، ما هو مش في باله هنا راقد، هنا راني مانيش نراقد، خاطر كيما حكيت لك معناها كبرنا تعب علينا ضحى علينا برشا هذاك، ومو توا قاب عمره على الاقل نعمل معاه حاجه، حاجه باهي مش حوايج، حاجه باهي نصرف عليه، نجيب له نود ونوكله ندوش له نسهر عليه، هذا معناها الشيء اللي طالبون اكريت معناها في البرد هذا ينجم يداوش، في البرد هذا في البيت هذه ينجم يداوش، ما ينجمش يداوش هكذا، لا سخان لا شوفاج لا ما نعرفش، انا بيدي زاد كيف كيف راه نفس الموضوع فهمتي، اما انا لاباس معناها الصحه لاباس، نمشي الحمام نعمل حمام ونروح على روحي وكاو. تشوف بعد في الكواليس موضوع ما مرتك خاطر ما عندكش تليفونها هكا ولا ايه؟ عندي تليفونها بمشيش. ما بدلتها البيس نتاعها. رقم بوها رقم امها؟ ما عنديش لا رقم بوها لا رقم امها، ما عنديش، عندي كان رقم هي، وعندي الفيسبوك نتاعها ولد عم ولد عمها معناها فهمتني، واخوها هذايا معناها مخو اختها هي معناها، والناس طيبين و هو عملوا معايا كان البيع، انا ما عملوش معايا الخايب فهمت، وانا زاد راني خويا عملت زادك البيع، وفما ربي خويا راهو اللي فوقنا الناس الكل واللي باش يحاسبنا وهو اللي شاهد على الشيء هذا الكل. هي سبع شهور من خرج مني هكاك هكاك، يعني سبع شهور اللي شفت لمرتك لاولادك، سبع شهور اللي شفت لمرتي لاولاد، مده طويله مده طويله، سبع شهور سبع شهور خويا انا ما شفتش ولدي، لا السبع شهور الشهرين الاولانيين معناها تحكي معايا فهمني، تقول لي معناها اخدم وابعث المصروف لاولادك، اصرف على اولادك وريني اللي انت قاعد تصرف على اولادك، لكن انا نقول لها انا مش انا اللي نفرق في الاقسام، راه ربي يفرق في الاقسام، هذاك هو اللي نقدر عليه، انا شنو انا نمشي نهزن تاع الناس مثلا، نمشي ما نهزش تاع الناس، انا خويا بعرق جبيني خويا اللي كتبه لي ربي واللي باش يرزقني بها ربي باش ننفقوا على صغاري، وحتى واحد في الدنيا راه ما هوش باش يجي احن مني انا على صغاري، مستحيل هذا اكيد. انت تخير كونه احنا نزوك تشوف صغيرك باليوم والا نشوفه بعد بث الحلقه تفاعل نتاع العباد، اما خير عندك انت لان نصور انا بعد بث الحلقه نمشيو الناس كله مع بعضنا، وماذا بيا انا اتبعوا لي الموضوع هذا للاخر، وماذا بيا بيت بناء وخشاشر صغار باش يتيتم، ماذا بينا نلموهم وتربح درجات كبيره عند ربي، ان شاء الله ربي يحميك ويرحم والديك ان شاء الله بحاول. اوكي اتفقنا ان شاء الله بعد بث الحلقه تشوفوا شنو التفاعل بتاع العباد معك، بحاول مع حالتك وحاله ابوك خاطر زاد ابوك تبش نحكيو معاه مسكين مريض شويه وربي يشفيه ان شاء الله، بحاول لي موضوع اولادك ومرتك ربي سهل فيه ان شاء الله، بيه الله يرحم والديك وبارك الله فيك، وان شاء الله تنورونا وان شاء الله تكمل تنورني مرتي وصغاري ونرجع نعيشوا كما قبل مع بعضنا، وان شاء الله اهل الخير الكل يتفاعلوا معايا ويحسبوني انا اخوهم، يحسبني ولد عمه، راني تونسي انا مانيشني جد من بلاد اخرى، هي كترا انت فلسطين والعالم الكل معناها تتفاعل معاها، حتى ناس معناها مش مسلمه استسلمت وتفاعلت مع فلسطين، انا زاد راني تونسي اخوكم، صحيح اليوم انا حبي نلقيكم قدوة ينوب ربي ما شاء الله، أنا نعاون عبد أخرين زيت تو باش تقول اسمك بالكامل ورقم تليفونك. أنا اسمي محجوب بن رجب، رقم تليفوني 28 814 370. أنا اسمي محجوب بن رجب، نومروية 28 814 370. ربي ان شاء الله يفرج عليك خويا محجوب وان شاء الله زينب حوله ان شاء الله يا خويا، وان شاء الله ربي ينوركم كما نورتوني، ولا فرحت برشا بوجودكم بحذايا وبالناس اللي كيف كما انتم اللي تعمل في الخير، وسامحونا حتى على تعبكم وفوق، والله يرحم والديك واجبنا خويا والله المستعان. تو خلينا نمشي نشوفوا الولد نحكي معه شوي. العباد ما عنديش كبوت، العباد ما عنديش، هذول هو هذا معناه الطاولة والفرش نتاع نتاع
كري يكون كل شيء علينا فيها أظن حوجي لأن هذا فما واحد كي يعيش في اشتياء ويجو حتى كبوت وحتى كذا فهمني أكترى في الحالة معناها نغسل الروحي معناها حتى ماشينا لافيك العبيد ما عني عشان نغسل الروحي اللي أنا والبابا معناها كل شيء أخويا نشفتوه لعينيكم إن شاء الله أخويا يتفاعل معانا وأكترى في الندية أكترى في الدار كيف أغسل من فوق أغسل الحيط من بين شوف هذا الشباك كيف هذا كل من بيها هذا كل من بيها أنا أكترى في الأمور كل شيء أتفرج فيه وهذا أخويا سمير أنا أكترى يوم الصباح كيف في الندية فارغ أنا ما يلقاش لا خضرة لا غلة لا حبيب لا فما شيء والراجل مو سن معناها في العمر هذاك يلزمو حليب يلزمو حاجات معناها صحية معناها باش ينجم يتحرك معناها وطقس بارد معناها باش يبدلو ويسخن وكذا هنا زادا تبعني خويا شوية تفضل هنا أكثر هذيا معناها كيف كيف زادا كلها هذيا هاي أكثر كلها هذيا تشوف مو السيديجا قريب تطيح معناها كريت سقف كامل معناها مش تطيح كل جوك كل هدايا كريت الظروف عم علي سلام عليكم سلام صحاب خيرة الحمد لله هكاك شوية شباب احنا تو بحذاك جينا نطلع عليك حكينا شوية مع ولدك محجوب حبينا نحكي معك انت تحكينا شنو ظروفك تحكينا وتفرغ قلبك اي ظروفي انا ظروفي مزمرة تو نهار كامل وانا قاعد هنا راقد نطلع ندور شوية هذيك نطلع شوية بالعكاز هذيك ونعين زين وقعد هني قاعد حتى الليل هذا كيف يعني ما يجيني حتى حد وما عنديش واللي يجيني يعني ما ثم حتى حد اللي بيجيني وعندي زوج ولاد كبار يعني يخدموا على رواحهم والدنيا هك تشوفوا فيها كيف ايش الدنيا غدت يعني والواحد يضيع واحد يضيع روحه يعني زميل الواحد يخدم على روحه بقينا زادة هذاك محجوب يجري يدوج على الخدم ما يلقاش يمشي يلقط في البابوش يبيع فيه ولا وتعاونوا مزية يعني تقول له شي خدمة يعني تخدموه خليه يخدم على روحه وعنده مرة نتاعت مشت لباباها طب مشت لباباها وخلتني واحد شفت الدار قداش الدار مكبرة وتلفو زيه منتي ديار خوزيه أنا ما حشتيش يعني قدي ثم وانتي وولادك وريضي ونصيب اللي يجي فيه نصيب ناكلوه مع بعضنا وما ثم حتى شيء وهربت هزتهم وولادهم في الباباها وقعدت عند باباها نخد عم علي تبعني مليح انت شو عندك أولاد؟ نعم عندي 4 أولاد محجوب ومحمد وخد دور ثلاث أولاد والبنيات شو عندك؟ بنيات ثلاث يجوك يشتغل عليك في النهار؟ يجو ساعات من لحد للحد يخدموا يعني يخدموا كل حد يشد في خدمة روحه ساعات نهار لحد يجو هكا يعودوا بحذا يتريف ويروحوا والبنيات ما يجوكش لهنا؟ يجوني وبعاد واحدة في منزل جميل تسكن واحدة في شلوف هكا بعاد يعني بعد ما مش قراب كون شو قراب هنا يجوا بعدي وانت يا عم علي بعد ربي سبحانه قايم بك كان ولدك محجوب كهو هي وني محجوب تو انا وياه هو قايم بك يعني تي قايم بي هو محجوب اشميه ومن ثم عندي هذيك بنت ولد مرت ولدي هذه توجدتها جابت لي كعبه كينه شربتها ومشت هذيك طيب لي طيب وتجيب لي وتخدم زاد هي ماشي قاعده تروح من الليل لليل تولى من الخمسة للخمسة يدب يعني ما فماش نفس الواحد اللي باش يقعد ويشيك ويقعد بحذاك ويفرهدك هكايا
ويحدثك واحد مثلاً نهار كامل أنا يخمم ويكثر علي التخمام هذيك 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 وني وحدي يعني ياسر نهار كامل تعدي وحدك وحدي نهار كامل وحدي كنت كالمدات يعني نمشي نهبط القهوة بعد الجامعة ثم قهوة بعد الجامعة نهبط من هنا ونمشي نتعكز نقعد شوية مع الولاد وثم نروح توسع بالك أيوة توا ما عادش نجم حد هنا توا نطوف والمراه حد والله عندي تقريبا خمسة ولا ستة ليالي ست أيام ما طلعتها من الدار ما طلعتش من هنا نروح حد الحوش حد الحوش ونروح نهرب عم علي توا أنت شنو عندك أمراض؟ نايم مرض يعني سقاية سقاية هم اللي يوجعوا فيا ما نجمش نمشي به بقي انا مع مرض اخر عندي مرض القلب وعندي معش مرض اخر يعطيني الدوية الطبيب هون الطبيب انتها نطاي القلب ومعش الرية ولا شني والمكسر رجلي رجلي من الركبة او من ثميكة ورد حتى اللوت معش النجم نمشي به تو من ايش قل لي برد مش برد عشان جلطة هذيك جت جلطة جت قاعد 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 وفز هبطت علي هكا حاجة على ما فهمتهاش شنو هي دخت طحت شنو تو قلت انا وليت روحت جيت من الدار المرة قلت لها روح هكا وهكا نظام تهزني للسبيطار هبطنا للسبيطار مشينا للسبيطار عدينا زاد هم اللي قالوا لي راهي جلطة هذي اللي قال لي جلد يا كاو عطوني تبي وداووني ووديت نعالج طوى من عم نور وني نمشي يعطوا فيه في رنديفو طوى عندي رنديفو بشهر طوى كما ياخذه هون عند وين تعدي انت؟ في المنزل في السبيطار المنزل منزل برقبة اي ومن بعد مشيت لتونس ومشيت لبزارات ودورتهم يعني مشيت عديت فيهم وكل مشي تمشيها بمصروفها؟ مصروف في التاكسي طيب تجيبني تاكسي من منزل برقيبة لهني بعشرة ألف طابت من هني الغادي معاش النجم نمشي طيب نجيب التاكسي لهني للدار وإلا كرهبة نمشي نجيبها للدار باش نهزني للسبيطار ما كانش ما نخلطش وما نمشيش هكاو والظروف تعبة الظروف تعبة تعب نجمش نمشي شكون تخدم قبل أنت؟ بكري موتك نخدم في الفلاحة في الواحد مع الشوانت في الشوانت نخدم عديت 30 سنة في الشوانت بالبالة والبوش نحفر في الحفر ونحفر في الترنسيات ويصبوا فين في البتون مضب ناخذ برياطاش يعطوني برياطاش نحفر ماضي ساعة لاثناش نكمل نروح ما نغادش يعني نخدم أنا واحد من الناس نخدم يعني توا كبر يعني كبرت توا قد عمرك توا والله ما نعرفش عليها ما توا نقول لك اني طلعت بتسريح البرق طلعت بتسريح ما فهم ما نعرفش قداش عمري لا زايد ولا ناقص ما يعني ان شاء الله ربي توفي عمرك وتعيش المحجوب وتشوف صغيراته وتوصل تعرس لهم بحول الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يهديها توا مشيت غادي ربي يهديها عم علي تشوف فيك انت غيظتك من مرت ولدك محجوب كونه مشيت عليك هكا ولا هزتك الصغيرات ومشيت اي مره كيفاش هزتهم الصغيرات ومشيت وقعدتني وحدي قلت لها الدار ليه خذيها شنو نعمل بها هنا الدار ما حشتي حتى بشيء بها خذي الدار وهكا قاعده روحك دقلقتي مشيتي دوري مشيتي غادي تمشي غادي وهكا قاعده في دارك ناي هاني قاعد بحديك انا شاد غير التركين وقاعد اروح والديار ديار كل ديارك يا كاو وحشتك الصغيرات تين وحش أما كيفاش وليدات صغيرين مليك عليها كك عليه والحق في باباهم الآخر باباهم الآخر عيب عليهم مو بالرسمي شنو تشد بنتك وتشد الأولاد وتخليهم شنو ما يجيش إن شاء الله إن شاء الله ربي يصلح رايح بحاول ليه تو أنت المشكل وحدك في الدار لا عندك لا تلفزة والصغيرات مشي وقعدت كيك قعدت واحد هكا هكا قعدت لا ثم لا صغيرات لا ني لا تلفزة لا شيء تو يعني أنت قلت نجي نرقد في التركينة هكا هذيك هاي بلاصة نجي نرقد هنا ما قلقت رجليا باش نسرح نطلع ندور في الساحة هني داخل في الساحة
مساح انا علاش علاني ناخذ ما ثم حتى حد يكثر علي التخمام، يكثر علي الحديث، يكثر علي برشا برشا كلام يعني يكثر علي وقت قاعد قد بوحدي هنا هكاك. شنو اسم المرحومه مرتك هي؟ بيا. بيا الله يرحمها. خليت بلاصه؟ خليت بلاصه كيفاش؟ كانت هي تجي وتمد لي شربه ماء تمسد لي رجلي تطيب لي فم ناكله. مشت هي مشت الدنيا كله معها بالحق. مشت هي مشت انا ما مشت هي ما عادش عندي حتى امل. نعم. ان شاء الله ربي يفرجها عم علي وانت راجل طيب محليك يا عم علي والله محليك. والله يعني انا ما عنديش عيب ما عنديش وعد الناس الكل تحبني الحق تو هنا هالشهر هنا في الوقت الناس الكل تحبني والناس الكبيره عيط لي سيدي علي والصغير عيط لي عم علي هاك عيط الكبير عيط لي سيدي علي والصغير عيط لي عم علي يعني ما ثماش كلهم يحبوني وني نحبهم وني ملي خلقت حتى التو ليس أنا تعاركت مع حد ولا مشيت لحد ولا صبيت حد ولا سبني ولا واحد ولا مشينا للحاكم ولا أبدا ما دخلت للتو ما ثمش أنا على غالب إيش بس نعم تو راسك راس محجوب إيه ونويه تو هاون ونيرقدو رث بلاس هذيك بلاس انتهى هذيك ثمني أنا رقديني هو في الكواليس قال لي مرة تحت أنت قمت يا أخي باش نمشي مش مشي اخي تحت تحت مشيت للواحد للمحاد نيت انا المحاد نتاعي وصلت لغديك تحت اي فاز سو فاخ فاز قعدني هزني قعدني قعدني وجابني لهني تو في النهار شتاكل عم عليه في النهار شنو هناك ساعات تسيدي تريف كسكسي طرف سكر ومي والرسمي طرف سكر ومي العمر هذا عمالي سكر ومي يا لغال هذيك نعم والله سكر ومي وصيف طريف خبز طريف يعني شكشوك هكاك وبر هكاك ما ثم يعني ما ثماش ماكله باهيه ما عادش ما ثمش باش تشري طرف لحم باش تشري طرف حوت باش تشري طرف حاجات ما خلطناش غاليه الدنيا غاليه ما خلطناش باش ناخذ عندك شهريه من الدوله ولا عندي شهريه عندي تسيني شهريه تسيخوخه ناخذ فيها ناخذ نخلص في القاع نخلص في الضو ونخلص في المي وبرا ما يقعد شيء في شيء ما فهم ودبوس الغاز طفر عباها يعني باش تشري سوريه ولا باش تشري صباط ولا باش تشري حاجه باهيه تاكلها ما تخلطش باش تشري حاجه يعني نقولوا احنا في الدار هذه يا غرت والحليب ما يدورش انا ها ما يدورش وتو فكرتني فيه الطبيبه تو قال لي عند الدم هني ما عنديش الدم هذه يدي نشعت فيش دم فيش دم مشيت وعندي تقريبا 15 يوم ولا قلت هاي زرقاء ما هنا هي وين نعمل فوزيات وعندي هذا وشيم هو هذيك وشم هذيك استنى عندي هنا جت دقني في الزريقة دقني في الزريقة تجبت الدم من هنا لقيتها شايحة ما فيها دم قالت لي خذ الياغورت وخذ الحليب اشرب الحليب والياغورت يعمل لك الدم طبعا عندي جمعة اللي من مشيت عديت وجيت الحليب ما فماش ساعة مقطوعة الياغورت نشرب والفلوس ما فماش باش نشري تاد يعني زاد على غالب هذيك بغليت بدلت لي الليد هذي حاطت في الليد هذي جبدت شوية من الليد هذي جبدت شوية ومن الليد هذي ما جبدتش دقت ما جبدتش نقلت الليد هذي دقت ما جبدت منها شوي قلت لي الدم ما عندكش لازمك تاكل بكدي وتتحرك مليح عم علي ما انت ما شكون ما يحبش ياكل انت ماذا بين انا ماذا بين الواحد يلقى حاره ثاميه يفقسها ياكلها يلقى حاره حوت ياكلها يلقى طريف الحم يلقى ماذا بين ما خلطتش ما ثماش ما خلطتش ان شاء الله ربي يفرجها عم علي ان شاء الله ربي يفرج ان شاء الله شنو نعملوا انا خادم
إيمانك قوي بربي ولا بربي ما شكون أنا نطلب في ربي ليل ونهار ربي هو الكل ربي سبحانه يسكر الباب يحل الباب إن شاء الله إيه نعم إيه نعم إيه يحل الباب ويسكر الباب نعم تو ديما تخمم قلت لي قبيل على أولادك تحبهم ملمومين هنا بيك ودايرين بيك تي ماذا بي تي ريت الدار مقبرها تاخذ الدار تي بنيتها مني بنيت إني بنيت الدار هذه إني بنيت ما شفتش بني ما شفتش خدام ني بنيتها للروح ني نبني والمرأة تمدي في العاشنة في الواحد وسريك هنا يا نبني نمشي نخدم في الشانت غادي وماما واحد نروح مغطك ناخد باليطاس واحد الحفر نكملها ونروح نروح لأخذ هنا نقل المرأة في شعري كان منطيب في شعري كان ونشرب وقستي من ثم هتخلط هتخلط نخلط ونبدأ نبني نبني ونمشي كل يوم هكاك كل يوم هكاك نقول الكل دور ثاني الدار هذه هذه ني دورتها وحدي ني ترصيتها وني عملتها وني قديتها هذا غير عندك ولدك متوفي عندي يعني لا إيه مو هذا معجوب هذاك معجوب هذاك المتوفي مو هذاك هوني أمها مصورة معاه محجوب يفتسل شكون أخوك متوفي شو اسمه رشيد عاد توفى رشيد محجوبة معك هو محجوبة شنو عم عليه هذا لا بيس هذيك هذيك المدام وهذاك ولد هذاك ولد هذيك المدام شو اسمها قلت لي بي الله يرحمها وذي ولدك رشيد توفى الله يرحمه الله يرحمه من عمه كون الدنيا نعم ان شاء الله عم علي بحاوليه احنا جيناك حابين نسموك وان شاء الله صوتك يوصل بحاوليه وربي يفرج عليك في مرضك ويفرج عليك ان شاء الله في امورك الاجتماعيه الصعبه هذه بارك الله فيك بارك الله فيك ويعطيك الصحه وعاونوني لو كنت نسم شويه عاونوني عاونوني على رجلي خلنا نداويهم خاطر تو نمشي بالفلوس وساعات الواحد تبين اخذ فيه بالفلوس نمشي للفرماسية غادي نبوي يقول لي ما ثماش نولي نمشي للفرماسية أخرى نشري نمشي للآخر نشري يعني المكثر نشري فيه ما ثماش يعني يعطوا فيه بلياش ثماش هيك هو إن شاء الله عم علي مرت ولدك ترجع بحاوليه معزم وكرمة هنا بعدك تتلعي بيك والصغيرات يدروا بيك وولادك الكل يتلموا ويتلم الشمل إن شاء الله رب السهل إن شاء الله تحسن الظروف حوالي بارك الله فيك وعيشك ويعطيك الصحة والله ينوب عليك عيشك هذه واجبنا احنا جيناك والله فرحين بيك نعرف نعرف بارك الله فيك يعطيكم الصحة وبارك الله فيك عايشك. كلمة أخرى أي كلمة الأخرى شخول كلمة الأخرى أقول لكم يعطيكم الصحة وبارك الله فيك بارك الله فيك هكا هو نيزي يرحم والديكم باش تقول على محجوب ولدك محجوب ربي يهديه هو يمشي يخدم روحه دبروا له خدمه دبروا له خدمه وخليه يمشي يخدم روحه وقاعد يدور يمشي لقط في البابوش ويلقط من عاد وقاعد يدور ما لقاش يمشي وما لقاش راضي عليه يا محجوبه ليش ماني راضي عليه شنو اللي عمل هو ما عمل لي شيء وانا ما عملت له شيء أك قايم بيك هو ولدك مونسك هكا ولا ما هذيك هذيك شنو هون يجي ساعات يمشي يدور غادي يدور ويجي يطل علي ويمشي يطل علي ويمشي هنا قاعد هنا ما عمل باش نمشي وين باش نمشي ما عمل باش نقعد ما ثماش ثم حتى حد باش نقعد معاه لا نطول معاه لازمك تلبسه في القريب العاجل بحاول على الاقل تونس به تفرج هكا توسع بالك إيه ماني من نجمت تو باش نهبط يعني غادي كان القهوة وفما التلفزة وفما الناس يتحدثوا هكا ناس كبار كيف نقولوا مع بعضنا ما عادش نجم نجمش باش نمشي إن شاء الله تفرش بحاول الله ولي عندك تلفزة هنا في الدار بحاول الله بارك الله فيكم ويرحم والديك يرحم والديك عايشك باب الغالي عم علي ربي فضلك عايلك زين أي عايش بالني مهدود الحين والقلب حزين يا خويا والليل طويل
ما عندي خليل وحداني ذليل ما عرفت حبيبي من عدو يا لدك تلوي يا ملا هكيك عام 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 امي توفيت عام امي توفيت كونسير امي كانت الدار هذه مش الدار اللي جيت عندي تو هذه انا ما عشناش منعيش فيها الدار مدار امي وتلفو زيه منتي ديار خوزيه انا ما حشتيش يعني بدي ثم انتي وولادك وريدي ونصيب اللي جي فيه نصيب ناكلو مع بعضنا وما ثم حتى شيء وهربت هزتها مولادها ومشيت لباباها قلت لي عندك 7 شهور ما شفتش صغارك هكا ولا به مرتك قاعد تتكلم فيه تتكلم فيها ولا ما عنديش حتى اتصال بها حتى نمروها معناها بدليته نطلبها ما يمشيش عندها تليفون شنو اسم المرحومه مرتك هي بيه الله يرحمها خليتها بلاصه تي غلطت بلاصه كيفاش كانت هي تجي وتمدلي شربه تمسد لي رجلي طيب لي فم ناكله مشت هي مشت الدنيا كل ما مر بالحق الحياة بعد وفاة الأم صعيبة برشا وتعرفوا الناس كل كون الأم تخلق التوازن الأسري حالة خونا محجوب وبوه عم علي حالة اجتماعية صعيبة إن شاء الله ربي يفرج عليهم وربي يعطيهم بالرزق